بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا في المؤتمر 17 لجمعية أطباء أطفال صعيد مصر. أحمد ثروت، دكتور أحمد ثروت هيقول لنا الكيس سيناريوز في الشيست ألتراساوند. سريعة كده الاندوتراكيال انتيوبيشن، انت قول الاندوتراكيال الاي تي تي انتراكيال تيوب ان بليس ولا اسوفيجيال انتيوبيشن. طبعا هو بيبقى كريتيكال سيتويشن، الامن والاحسن ان احنا اكشوال وين ان داوت نشيل الاندوتراكيال تيوب ونحط واحده ثانيه، بس لو في فرصه ان احنا نتاكد فاسرع حاجه ممكن نستخدمها هي الالترا ساوند. ببساطه اللي في الاستراكشر في النص ده هو التراكيه، والاستراكشر اللي جنبيه الصغير بيبقى كولابسد في الصوره اللي هناك دي، هو ده الاسوفجس. المفروض الاسوفجس ما بيبقاش فيه اير خالص. هنا التيوب الاندوتراكيال تيوب ان بليس في التراكيه، والاريشن باين جوه التراكيال استراكشر، والاسوفجس هنا توتالي كولابسد ما فيش اي اريشن موجود فيه. على عكس الصوره دي التراكيه هنا ما فيهاش اريشن كبير، وهنا عندنا ستراكشر الاندوتراكيال تيوب اكشوالي داخله تدخل وتطلع جوه الاسوفجس. فده من ضمن الابلكيشنز ممكن نستخدمها باللانج الترا ساوند بيت سايت. اتكلم في المحاضره شخص نفسها تمام، هنجيب كام اكتر حوالي 5 كيسز من الرعايه عندنا. اول بيشنت ده 15 داي اولد ميل بيبي ديكستروكاردياك ريسك كروس ودي تي جي اي، دخل عندنا عمل ارتيريال سويتش اوبريشن، وبوست اوبريتيفلي البيشنت ري انتيوبيتد 3 مرات على توتال ليفت لانج كولابس، وكان اكشوالي السبب ما كانش واضح قوي. الاكس راي بتاعتنا ما فيهاش اي حاجه قوي غير ان الليفت كوبيلا اوف ذا دايفرام اكشوالي على نفس الليفل بتاع الرايت كوبيلا. عاده الرايت كوبيلا المفروض تبقى اعلى سنه صغيره، فده بدا يشككنا شويه، وفعلا ده immediately after extubation، وفعلا بعد شويه بدا يديفلوب كولابس اوفر لاينج على الليفت كوبيلا. فكان الاختيار ساعتها ان احنا نروح للبيت سايد الترا ساوند. الصوره دي عباره ان هنا في ليفر والدايفرام اهو، ودي اللنج بتاعتنا. الدايفرام ده المفروض انه هيديسند في الانسبيريشن بحيث يزود اللنج كاباستي ويأسند في الاكسبيريشن. اللي هنشوفه هنا هنلاقي ان الوضع كالتالي، ده على الليفت سايد هو اكشوالي باريتيك او ثابت مكانه ما بيتحركش، ولما رحنا للسبسيفويد ايميجنج بتاعنا الترا ساوند هنا الليفر، هنا ناحيه الليفت سايد وهنا الرايت سايد، واللنج فوق اهي احنا قلبين الصوره، هنلاقي ان الرايت كوبيلا بتديسند في الانسبيريشن عادي خالص، لكن الرايت اكشوالي ثابته او حتى فيها سنه بارادوكسيكال موش. احنا الفيصل بتاعنا هنا اذا كان اللايت لانج كاباستنس بتاعتنا متاثره ولا لا. فالبيشنت ده فعلا نزل عمل فلوروسكوبي في الكاث لاب، وكانت الصوره كالتالي. الرايت كوبيلا فعلا بتنزل كويس، الليفت لا بتاسند لفوق اكشولي، وفي اوفر لاين كولابس موجود. فالبيشنت ده مجرد ما دخل عمل بلايكيشن الاكستيبيشن بتاعه كان سموث تاني يوم على طول، والامور بعد كده بقت في وضع كويس. تاني حاله وتالت حاله عباره عن تو فيميل تشيلدرن اندر وينت اوبن هارت سيرجرز، والاثنين كان التايم اوف ميكانيكال فنتليشن كان قليل. حاله منهم كانت حوالي يوم او اقل كمان من يوم، والحاله الثانيه كانت حوالي 6 ساعات. لكن الاثنين دخلوا او suffered from upper airway stridor after extubation، ومع الابر airway stridor ده ما كانش فيه اي choking او اي difficulties with feeding. احنا كان عندنا فضول شويه نعرف ليه السبب اللي دخلوا في stridor بعدها. اول كيس منهم كانت 5 month old baby down syndrome. البيشنت دي بعد الاكستيوبيشن دخلت في severe attacks of upper airway stridor، و actually كانت بتحتاج positive pressure ventilation، وفي واحده من الاتاكس دي احتاجت ميكانيكال فنتليشن او انفيزيف ميكانيكال فنتليشن. الغريب ان هي كانت بتوين اتاكس كومبليتلي نورمال، فده كان مش ماشي مع ريفت كارنت لاريجن نيرف انجري او اي حاجه من الميكانيكال انجري.
ده اللارينجال الترا ساوند بتاعها، هو ده الرايت فوكال كورد والليفت، سوري الليفت والرايت، واللارينكس عموما والارتينويد. هنبص هنا في الفيديو بتاعنا هنلاقي ان الفوكال كوردز اكوريت بتتحرك كويس، اكشوالي هايبر موتايل، والى حد ما شويه الالترا ساوند بيسجست ان في سام سورت اوف لارينجوماليشيا موجوده. غالبا هو ده كان السبب، والبيشنت مع البوست بريشر فنتيليشن مع الوقت بدات تديفلوب بيتنت اير واي وخرجت من غير فيرزر انترفينشن معاها. البيشنت الثانيه كانت بوست فالو ريبير، وبعد حوالي 6 ساعات اوف انتيوبيشن اكستيوبيتد، كان في مايلد ابر اير واي سترايدر. غالبا احنا كنا شايفين ان هو غالبا ريليتد للسايز بتاع الانتروتراكيال تيوب، بس حابين نتاكد. سوري، هنا احنا قلنا ده البرايت، ده الفوكال كوردز، وده الستراكشرز اللارينجال ستراكشر كله. هنا هنلاقي الفوكال كوردز بتتحرك شويه ريستريكتد، وشويه في هنا جرانيوليشن، فهي ده كان غالبا بريشر افكت من الاندوتراكيال تيوب وريزولفت مع الوقت. طيب رابع حاله، ده 4 مانث اولد انفنت بوست اوبن هارت سيرجري، وبعد الاوبن هارت سيرجري هو طالع بشيست درين رايت وليفت وميدياستاينال. البيشنت ده كان بيواجه هيموداينامك انستابيليتي وفلكتويشن مع البلاد بريشر، فعملنا له اكس راي كان فيها نيموثوركس. ادجستنج السكشن بتاعنا وكولينج على السيرجن، فعملنا ادجستمنت للتشست درين، وعملنا اكس راي بعدها كانت ابيرنتلي نورمال، لكن رغم كده كان البيشنت نفسه كان لسه في نفس هيموداينامك انستابيليتي، فاحنا قررنا ما نعتمدش ساعتها على الاكس راي ونعتمد اكتر على الابدومينال على اللونج الترا ساوند. ده الاكس راي قبل المانيبيليشن اللي عملناه، والشيست درين اهي ان بليس، والنيوموثوركس باين. هنا احنا عملنا مانيبيليشن للشيست درين وابارنتلي اللنج نورمال، ورغم ان البيشنت لسه بمانيفيست بسيمتومز اوف تنشن نيوموثوركس. لما عملنا لنج الترا ساوند، ده البلورال لاين بتاعنا، هنلاحظ فيه ان الجزء ده فيه سلايدنج كويس قوي، والجزء ده ثابت ما بيتحركش بالشكل ده. تمام، ودي جزء اللي هو اللي احنا بنقول عليه لانج بوينت، اللي هو الفرق ما بين الجزء اللي سلايدنج بلورا كويس والجزء اللي ما فيهوش سلايدنج بلورا، نتيجه ان الفيسرا والفيسترال بلورا والبرايتر بلورا مش بيسلايد على بعض. تمام، واخدنا ام مود على الجزء النورمال، حصل لنا لقينا السي انشور ساين نتيجه السلايدنج بتاع البلورا والستراكشرز، فالشور ساين باينه، وده السبكوتينيستيشو. لكن لما حطينا الكيرسر بتاعنا على الجزء الديزيز، لقينا ان فعلا في ستراتوسفير ساين، الجزء اللي فوق شبه الجزء اللي تحت بالظبط، ان اكشوالي في اريشن هنا مش بيسمح ان احنا نشوف شكل اللونج ستراكشرز، فالصوره بتتكرر تاني بهذا الشكل. واحنا حبينا نقارن فيهم، فقطعنا في نفس الفيلم بتاع اللوب بتاع الام مود، قطعنا جزء على النورمال ستراكشر وجزء على الستراتوسفير ساين، بحيث يبان الفرق ما بينهم بهذا الشكل. وفعلا الولد ده مجرد ما ركبنا على الفايند جي، مجرد ما ركبنا شيست درين جديده مع الشيست درين القديمه، رغم ان الشكل الاكس ري ما اتغيرش، لكن البيشنت نفسه اكشوالي اتحسن جدا واكستيوبيتد بعدها بوقت قليل. اخر الكيس بتاعتنا دي فيها شويه كلام. ده 1 مانث اولد ميل تشايلد، بالمونري اتريزيا، بي دي اي ديبندنت بالمونري سيركيوليشن، سيبسس ودي اي سي، وكان نتيجه البرلونجد اي سي يو ادمشن، وكان بدا يدخل في ميكسد ميتابوليك ريسبيراتوري اسيدوزز. الاكس راي احنا هنشوف في الفايندنجز في اللنج الترا ساوند، نشوف كام فايندنج منها ظهر معانا في الاكس راي، وهل كلهم فعلا ظهروا ولا لا، وايه اللي كان موست سنسيتيف فيهم. فده بدايه احنا على الميد كلافيكولار لاين، شايفين البرلورال لاين، وفي بي لاينز كتيره قوي دينوتيك كونجيشن. هنبدا نروح برضو للميد اكزيلري لاين، نفس الفايندنج كونجيشن السلايدنج والكونجيشن واضحين. هنا هنشوف على الليفت بوستيريور اللي هنلاقي في شريد ساين موجوده، هتبدا تبان لما نشغل الفيديو، وده دي نوتنج في نمونيك باتش موجوده وفي اكتيف انفكشن موجود، فهي باينه، وفي روكنج كمان لللنج هي موجوده اهي فوق.
على البيزل باك هنلاقي في توتال هيباتايزيشن لللنج وفي دايناميك اير برونكوجرام موجود زي ما احنا شايفين كده. المفروض ان اللنج اذا اير فاحنا لو مش المفروض هنشوف فيها اي ستراكشر. وانس ان انا لقيت ستراكشر يبقى في باثولوجي، لكن غير كده اللنج التراساوند عباره ان انا بشوف ارتفاكتس لو انا بتفرج على نورمال ستادي. برضو الصوره الثانيه اللي الشريط ساين فيه وده على البيزل في كوستوفرينيك انجل هنلاقي ان في شويه بلورا افيوجن، ده الدايفرام والسبلين تحتيه ودي اللنج، وفي هنا بلورا افيوجن غالبا برا نيومونيك بلورال افيوجن بالشكل ده، وفي توربيديتي موجوده واضحه زي ما احنا شايفين. الصورة دي كان فيها ساين كانت اوفرلوكد مننا، ولما رجعنا بصينا عليها تاني عرفنا ان احنا كان في ساين مهمة جدا كان محتاجين نشوفها. هنركز ان في لاين هنا كان ظاهر وبعد كده احنا طلعنا فوق سنة صغيرة فبان اللاين اللي بعديه. فهنلاقي بهذا الشكل هنلاقي ان مفيش هنا سلايدنج خالص وفجأة طلع قدامي لوب في سلايدنج، فده معناه ان الجزء ده دي لانج بوينت قبلها في سلايدنج وبعدها مفيش سلايدنج، فبالتالي كان في some sort of pneumothorax موجود على الرايت سايد. فعلا لما رجعنا جبنا البروب تاني وبصينا كانت هنا الصوره دي اوضح جدا وباينه ان الجزء ده بيتحرك بهذا الشكل والجزء ده ما بيتحركش اصلا نتيجه وجود اير. طيب دي كانت الاكس راي اللي عملناها في نفس اللحظه اللي احنا عاملين فيها اللانج الترا ساوند. كام حاجه احنا شفناها هناك وما شفناهاش هنا، يعني هو ممكن يكون في some sort of collapse لكن او consolidation patch لكن مش ذات اكستنسيف زي ما احنا شايفينها هناك. الافيوجن مش ايفيدنت قوي، ما اقدرش احلف ان في افيوجن. في سام سورت اوف كونجيشن موجود قد ايه ما نعرفش، والنيوموثوركس اللي احنا كنا شايفينه على الرايت سايد مش موجود. طيب بعدها بشويه مع الديناميك انستابيلتي بتاعت البيشنت عندنا الاكس راي، اكشوالي الولد كان انتنشن نيوموثوركس وما كانتش باينه في الاكس راي وبانت معانا في اللانج الترا ساوند قبل الاكس راي. فالالترا ساوند اكشوالي سبق الاكس راي بخطوه في الوضع ده. تمام؟ دي كانت اخر حاله معانا النهارده. زي ما احنا شايفين الالترا ساوند بيت سايد مانوفر سهل جدا، بيوفر علينا وقت كتير، بيوفر علينا راديشن في السي تي كتير. اتمنى ان احنا النهارده ان شاء الله نكون استفدنا من بعض المعلومات اللي احنا قلناها النهارده، وان شاء الله نشوفكم دايما في ورك شوبس ثانيه باذن الله. questions اي حد عايز يسال اسئله في الاناتومي، في الاناتومي في الباثولوجي. هو انا طبعا بنشرف بوجود الاستاذ الدكتور طارق حامد استاذ الامراض الصدري جامعه الزقازيق، ومن الناس اللي بيستفاد في ابحاثهم في هذا الفيلد. هو كان ليه كومنت انا عايز يقوله لحضراتكم بنفسه على اليوزز اوف الترا ساوند ان كوفيد 19. دكتور من كل ابحاث غالبا على شكرا دكتور مجدي الاول على الدعوه الكريمه، وسعيد بالشباب اللي بصراحه عاملين الورك شوب ده، حاجه تفرح ان يكون في المستوى ده موجود. في فتره الكوفيد كان عندنا مشكله مع الالترا ساوند، احنا بنخاف نقرب من الالترا ساوند، لكن كل الناس اللي اشتغلوا في الاي سي يو، انا ده يعني عاوز اخدها تبقى ريكومنديشن لاي حد عاوز يشتغل اي سي يو، لازم يتعلم فانكشنال ايكو عشان يطلع لي المايكاردايتس بسرعه ويقدر يجيب لي الاندستوليك فوليوم والحاجات دي كلها لازم تطلعها وانت واقف في الاي سي يو. الاي بي سي مهم جدا، الالترا ساوند تشيست مهم جدا، لان احنا شفنا حالات الميسي بكثره، وكان بيجي لنا طفل شاق، والقاعدة الشرعية في أي شوك بنشوفها في حالة انفكشن نقول سيبتك شوك، فنديله فلويد بكميات كبيرة ونديله أنتيبيوتي خلال ساعة، دي حاجات كلها لازم نعملها. لكن هنا الأي بي سي لما ألاقيه كونجستد، لا هغير اتجاهي خالص. طب بالعكس أنا ممكن وهو شوك ده أديله دايراتكس، يبقى هنا غيرت كمان السيناريو بتاعي. لو عندي مايوكاردايتس واضحة أنا بدأت آخد بلان تاني خالص، بدل ما كنت هديله انترافينوس اميونوجلوبلين اي في جي بديها له على مدى اللي هي بسميها فراكشنيتد
انفيوجن بدل ما اديها له في يوم واحد 6 8 ل 12 ساعه لا اديها له على يومين، لان انا ما اقدرش احمل على الهارت وهو في السيتويشن ده بالوضع ده. الالترا ساوند حقيقي كان بيساعدنا زي ما شفنا في الفيرال نمونيا، ما نقدرش نشخص في الالترا ساوند النمونيا نوعها ايه، لكن جاست ان انا اشوف السي لاينز مثلا انا خلاص، انا لان انا قدامي ساعتين انا شغال على العيان، ما اقدرش ابعته سي تي، انا شغال على عيان اكيوت فيز قدامي، لازم اشوف ان تروب هديها له ولا لا، زي الاي في سي كونجستد هديله دايريتكس ولا لا، بديله الفلويد بتاعه، بديله الانتي بيوتيك بتاعه، باخد قرارات كتيره جدا في خلال الساعتين. هيساعدني قوي الالترا ساوند شيست، هيساعدني قوي ان انا اشوف الاي في سي معايا، ولو حد شاطر معانا بتاع ايكو، عشان كده كل الشباب عندنا دلوقتي بيشتغلوا الفانكشنال ايكو في الاكيوت فيز، بحيث ان انا ابدا بلان وبعد كده اعمل سي تي شيست، وبعد كده اشوف رول اوت اذا كان عندي في ثرومبوزس السوير تبع السيتويشن بتاع العيان. انا شايف مهم جدا للشباب اللي بيشتغلوا اي سي يو لازم ياخد كورس للالترا ساوند شيست والايكو معاه في نفس الوقت. شكرا لحضرتك دكتور مجدي. بشكر حضرتك دكتور طارق على الكومنت بتاع حضرتك. احنا بنشكر كل زملائي واساتذتي موجودين في فريق مجدي يعقوب، الاستاذ دكتور محمود عبد الله ودكتور عماد ودكتور احمد ثروت والدكتور ياسر السباعي والدكتور محمد خالد. انا بشكر برضو كل اساتذتي في الشير بيرسون، الدكتور عزه والدكتور نزار والدكتور هاله والدكتورة اسماء والدكتورة نجوى على وجودهم معانا. هنتفضل الدكتور محمود عبد الله هيطلع للستيج ان شاء الله، هياخد فيه تكريم من المؤتمر نفسه. اتفضل دكتور محمود.